عن إنجاب الذرية وفضائل كرم الله إذا رزق العبد بولد. فنسأل الله تبارك وتعالى ونحن في أيام التشريق وأيام الحج الأكبر أن يبارك في يوسف أشرف عبد الحكم، وأن يبارك في أهل هذه الجزيرة وأهالينا جميعا في مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، وأن يجعل لقاءنا دائما في المسرات، وأن يعوض الله على جميع إخواننا المحرومين، وأن يزوج كل شبابنا، وأن يستر كل بناتنا، وأن يجعل أيامنا كلها أفراحا، وأن يجعل ليالينا كلها ملاحا. اللهم عمم الفرح وأدم الأمن والإيمان والسلامة والإطمئنان. قرأ فضيلة مولانا الشيخ محمود ما فتح الله به عليه بدايات سورة مريم. وسورة مريم تسمى سلوى الحزين. يعني إيه إخوان سورة مريم سلوى الحزين؟ أي راجل ما بيخلفش لو أنه التزم هو وزوجته كل ليلة يقرآن بعد العشاء على وضوء سورة مريم لابد وحتما أن يرزقهما الله بالذرية، لذا سميت سلوى الحزين، لأن في سورة مريم إعجاز، مسألة الخلق واضحة في سورة مريم. كيف؟ ربنا لما خلق أبانا آدم خلقه من غير أب أو أم، كن فكان، ده الركن الأول من الخلق. بعد كده أبونا آدم نايم، فخلق الله من ضلعه الأيسر أمنا حواء، يبقى خلق في وجود ذكر دون وجود أنثى. هي حواء لها أم؟ لا، يعني هي حواء أم البشر. طيب من هي أم حواء؟ ملهاش أم، خلقها الله بقدرته من ضلع آدم الأيسر. هو استيقظ من النوم لقيها قاعدة جنبي، فبدأ يطوف حولها ويشممها ويشتمها، عايز يعرف إيه المخلوق الجميل ده البديع ده، إيه الجمال والحلاوة دي اللي فجأة لقيتها بجواري، يعرفش حاجة. حواء هي أجمل مخلوقة في عالم الإنس. ما احنا عندنا في الإنس في حريات، وعندنا في الجنة في حريات، بس في فرق بين حرية الجنة وحرية الدنيا. حرية الدنيا بعض النسوة اللاتي خلقهن الله جل وعلا على طبيعة من الجمال والدلال، الجمال والدلال. على رأس حريات الإنس أمنا حواء، أمنا حواء، بعدها في المرتبة السيدة سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام، بعدها في الجمال آسيا بنت مزاحم زوج فرعون،
بعدها في الجمال أمنا خديجة بنت خويلد، وتسبقها مريم ابنة عمران، وتخلفها فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده الجمال الموجود حاليا مش عاملين مسابقة اسمها ملك الجمال؟ يعني سبحان الله الجمال موجود، موجود. أجمل ما في المرأة الحياء، أجمل ما في المرأة الحياء. إذا ذهب الحياء بدأت دولة القرود، بدأت دولة إنه القرد ما بيستحيش، ما انت عارف مش كده؟ إذا ذهب الحياء بدأ عصر القرود. طيب عندنا في الحديث كمل من الرجال كثير، ليه؟ لأن النبوة في الرجال، الرسالة في الرجال. ما سمعناش عن امرأة قالوا دي نبية، ما تنفعش. قالوا دي رسولة، ما تنفعش. إنما النبوات والرسالات تكون في عالم الذكور. لذلك في الحديث كمل من الرجال كثير، ليه؟ العدد 124,000 نبي ورسول، 124,000 نبي ورسول. النبوة أقل درجة من الرسالة، يعني النبوة مرحلة ابتدائية والرسولية مرحلة إعدادية. عمر الإنسان ما هيدل بيروح الإعدادي، لكن اللي دخل الابتدائي يتأهل للإعدادي، يبقى في الإعدادية مع أهل ابتدائي، لكن ما الشرط بتاع الابتدائي يوصل الإعدادي. يبقى كل رسول النبي، وليس كل نبي رسول. تاني، انت ممكن تبقى نبي معك الشهادة الابتدائية لكن ما كملتش، ما تبقاش رسول. لكن اللي كمل وبقى رسول، لا ده معاه الابتدائية اللي هي النبوة. يبقى كل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا. دي قواعد. مع العدد الكبير ده بدأ من آدم، هو أول نبي وأول مخلوق بشري، وهو أبو البشر، وهو صفي الله. دي كلها مراتب لأبينا آدم عليه السلام. يعني إحنا ولدنا الزين طبعا، يعني إحنا مؤصلين طبعا، في أحسن من أبونا آدم. الحكاية اللي بتسمع أنت وفلان أصيل وفلان خسيس وفلان غريب وفلان ابن البلد وفلان داعي على دلاله، دي أصناف صنفناها إحنا مع بعضينا على الباطل. لأن سيدنا النبي قال إيه؟ قال كلكم لآدم. اللي أبوه مش آدم يقول لي، اللي ما ينتهيش نسبة لآدم وحواء يقول. وزمان ده واحد يسأل في عهد معاوية بن أبي سفيان، معاوية كان غاوي فخفخينة رضوان الله عليه، ملك، ما هو اللي قلبها من خلافة إلى ملك عضور، فقصور ورياش وخدم وحشم حدوته. فرجل ده رجل فقير غريب جاي عايز يقابل أمير المؤمنين أو ملك المسلمين. الخدام طلوا فيه والجماعة الحراس برا، عم عايزين انت؟ قال عايزين قبل الملك. هو الملك قبل أي حد؟ انت عايز نفحة؟ طالب حسنة؟ عايز لقمة؟ عايز كسوة؟ فيه باب خلفي للغلابة والمعوزين والمحتاجين والمهمشين واللي ضيعين والعيانين. روح من ورا، أول ما تشطح تنطح. هو الملك ده قاعد لكم انتو، الملك تدخل عليه الملوك، يدخل عليه السفرة، يدخل عليه الأمراء، إنما كل من هب ودب عايز يدخل البهو السلطاني وقبل الملك وهو قاعد. يا راجل خليك عادل. قال طب قولوا لأخوك برا. ها؟ إيه ده؟ ما على الرسول إلا البلاغ، روح أنتم ملكم الصالح، قولوا لأخوك برا، إيه رأيك عا؟ بصوا لبعضي. هي؟ قال قولوا لأخوك برا. أنت
أخوه. قال أيوة أنا أخوه، والد أمه وأبوه. روحوا قولوا لأخوك برا، إن قال ما قابلنيش قولوا لي ونمشي، إن قال دخلوا دخلوا، إيه المشكلة يعني؟ يا رجل اتكلم كلام معقول؟ بقي أنت بالهيئة دي والوضع ده ودلاليبك المفرفرة وشكلك المقشف ده أخو معاوية؟ قال أنا أخوه والد أمه وأبوه، قولوا لي. طلعوا يجروا. يا أمير المؤمنين قلت فيه إيه؟ والله واحد برا كده شكله يعني إيه ماله يعني؟ ده ما قادريش يقولوه احنا، قولوا اصلي ما يليقش. ايه هو ما يليقش؟ الراجل شكله كده قلشطه مقطوع من شجره ووقع من على النخله وحتى في جيبه ولا يملك من حطام الدنيا، ويبدو عليه البؤس ويزعم انه اخوه. قال ايه؟ قال هو لاقول احنا ما شفناش حاجه وما نعرفوش حاجه وما قلناش حاجه. قال ايه؟ قال هقول انه اخوه. قال طب اخويا استاذن افتحوا له الباب خلوه يدخل. طلعوا يجري. تفضل. سار إليه واثق الخطوة يمشي ملكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا معاوية طل فيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبروني أنك تقول إنك أخي. أخي في أبي سفيان؟ أخوتنا نعرفه، زياد بن أبي وسليمان والوليد وسفيان، احنا معدودين ومعروفين. عد صوابعك، عد غنماتك، انت دايلي دلوقتي تقول انك انت اخويا؟ طب اخويا منين؟ ابو سفيان ما كان ملخبط، وانا عارفه ابويا وفاهمه، كان من ضمن الناس اللي هتلوش ومتجوز كتير. انت اخويا في ابي سفيان؟ قال لا. ايه هم انا اخويا في مين ان شاء الله؟ قال انا اخوك في ادم، اليس ادم ابو الكل؟ سيدنا معاوية ناصح قال يا سلام، رحم مقطوعة انا اصلها الان بفضل الله. دخل حلو فعلا، كلنا ولد ادم وكلنا اخوات والله، اكرموه. هذه رحم مقطوعة أنا أصلها بفضل الله الآن. وفرح به لذكائه. هو الرجل كذب؟ ما كذبش. إحنا الوقت مثبتينها بها بالشهايد، الناس عم تتقلبط على بعضها في المواريث، في أي شبهة، لو الكمبيوتر سجل غلط، لو اللي راح سمى المولود سمى الابن باسم أبيه في الشهرة، أبوه اسمه محمود، لكن الناس هتنادم عليه وتقول له حج عبد الرحيم، فاللي راح يسميه سمى اسم الشهرة. يدي يتعارض في الميراث مع بقية إخوات، يقول يا عم انت مش أخوهم. ليه يا عمي؟ يا عمي ده أنا والد أمهم وأبوهم. يا عم انت أبوك اسمي فلان وهم أبوهم. يا ده الشهرة. احنا ما لنا الدولة لها ورق يا عم الحاج، ها؟ ودكم عشان صاحبنا ما يزنقهمش لأخونا ولا نعرفوه. يا سلموه في أول محطة. أيوة كل ما تغلط جناديلها تكتر. كل ما تكتر جناديلها تغلط. يا سبحان طمع الدنيا، طمع الدنيا، سبحان الله. فكانت أمنا مريم عليها السلام جزءا في مسألة الخلق والخليقة. يبقى أول ما بدأ الله بدأ يخلق في غير وجود ذكر ولا أنثى، فاختار آدم عليه السلام. يبقى آدم ما ليهش أب وما ليهش أم، إنما هو صناعة ربانية بقول الله كن فكان. ده الركن الأول من الخلق يا أخوان. الركن الثاني، اصطفى الله حواء، خلقها من ضلع آدم الأيسر. هو نايم قام لقيها قاعدة بجمالها ودلالها، قاعد يطوف حواليها وقاعدت هي تطوف حواليه، إلى أن احتوت فسمتها الملائكة حواء. حواء فيه رواية بتقول وجد نفسه مشدودا إليها يريد أن يعاشرها، أحس بجريان الوطر الجنسي
وبدت عليه أمارات الشبق والشهوة، فمد يده إليها فناداه الله عز وجل لا تمسها حتى تمهرها وتقدم لها صداقها لتصبح حليلة لك. قال: يا رب، وما مهرها وما صداقها؟ قال: مهرها وصداقها أن تصلي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ده سيدنا آدم لسه في البداية، إحنا سيدنا النبي لسه العصر بتاعه ده آخر الدنيا. لا لا، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. سيدنا النبي كان في الأصل نور، وآدم منجدل في طينته. يبقى لما احنا نقول لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله، أيوة، ما هو سيدنا النبي قال الكلام ده؟ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. ولذلك الذي تسبب أن تكون حواء حليلة لأبينا آدم منذ القدم كان المهر والصداق الصلاة والسلام على النبي محمد. بحر علم الله أحمد، كل من يلقاه يسعد، حوضه الصافي المبرد لكل من يعشق محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده آدم تزوج من حواء، فأنجبت حواء في كل بطن توأم، ذكر وأنثى. ربنا عايز يحفظ النسل والنوع ويكتر البشرية، فأباح أن يتزوج الأخ أخته. ده التشريع في الأول، مش حرام. هيجيبوا لهم منين خال؟ حواء لا لها أخ ولا لها أخت. هيجيبوا لهم منين أعمام وعمات؟ آدم لا ليه أخ ولا ليه أخت. طب إحنا عايزين نكتر النوع، عايزين نحفظ النسل، نعمله إيه؟ ربنا أباح يا آدم زوج الأخوة الذكور من أخواتهم الإناث، ولكن بدل البطون. يبدل البطون يعني إيه؟ الواد اللي نزل في البطن الأولانية ياخد البت اللي نزلت في البطن الثانية، والولد اللي نزل في البطن الثانية ياخد إيه؟ ياخد البت اللي نزلت في البطن الأولى. خلف خلاف من غير محامي، ماشي؟ طيب يا عم، ده في البطن الأولانية قابيل ولينا، البطن الثانية جابت هابيل ولبودا. يبقى من حق قابيل أن يأخذ لبودا اللي نزلت في البطن الرقم اثنين، ومن حق هابيل ياخد اللي نزلت مع أخيه قابيل لينا اللي نزلت في البطن الأولاني. لينا اللي نزلت مع قابيل كانت حلوة، ما البطن ما تشيلش اتنين عدلين، يا الواد يبقى شكله كويس يا البيت. طبعا قابيل من اسمه باين عليه، قابيل من اسمه وشكله وممارساته قابيل، حتى لما تيجي تنطق انت تلاقيها تقيل على لسان قابيل، خشمك يتعوج فيه. انما هابيل سهله، فيها يسر شويه وفيها حاله من ايه، من البساطه والانسيابيه. قابيل قال انا اختي نزلت معان، وانا ما نتنزلش عن حقي، واحد يسيب الجميله ويدور على، طب ما دي اختك ودي اختك، ما للصالح الفتى وحظه الواحد واللي نزلت معاه، انا لازماني دي الحلوه فيهم دي، هناخد دي. ده ابوك اللي قال، ما لي الصالح بابوي، ده ربنا اللي شرع وانا مالي، انا لن اتنازل عن هذه ابدا. وهنا بدا الخلاف بين الاخوه، سبحان الله. يبقى عمليه فتنه النسوان دي من بدري، ده ليها اساس. لذلك سيدنا النبي قبل ما يموت كان يقول ايه؟ اخشى ما اخشى عليكم فتنه النساء، فتنه النساء، اي بلوه فتش عن المراه. ولذلك
ممكن تتلاقي راجل شخصية الشنب بتاعه يوقف عليه الصقر وعامل رعب للجماعة المرؤوسين تحتيه، ويدخل البيت ما تسمع لي حس، ما تسمع لا شيء، حس يتكلم بالإشارة كلمة ونص، المرة تقول له بس، يروح ركب فوق الدولاب ويرفع الرايه البيضة أتكلم لا لا لا، وهو طالع يتقفلط ولابس وعامل ويؤمر يتنتر، تقول يا ما سبع البرمبة، لكن جواه أحس ولا خوف. الكلام المين كلامي أنا اللي أمشي خلاص. حتى فرعون قالوا اقتلوه، قالت له لا ما تقولش كده خليها أنا عايزاه، قال سمعا وطاعة فرعون. أيوه، ولذلك إبليس يعمل إيه أخوانا؟ بيقول حاجة غريبة جدا إحنا مش منتبهين ليه، بيقول المرأة سهمي الذي لا يخيب أبدا. إبليس بيقول كده اعترافه، والاعتراف ده سيد الأدلة، المرأة سهمي الذي لا يخيب أبدا. انت افتكرك ابونا ادم راح كل من التفاحة بمزاجه؟ طب ما ابليس قعد فترة طويلة يغوي فيه، ابونا ادم راجل لغاية ما راح لفيف عن طريق مين؟ عن طريق حواء. كلمي ده ما عارفش مصلحته، ده انا هنجيب له فيها الاكلة دي الخلود، ده هيبقى ملك الملوك وشهنشاه، ده هيبقى الامر الناهي، ده اخر فرصة. الرجل ما عارفش مصلحته، انت تخافي عليه المستقبل، خلي بالك الخير هتبقى انت فيه السبب، هو غفلان لكن انت مرة ناصحة، انت كلك تركيز، اسند معايا. قلت له ولد الناس ما الشجر كتير يعني افرض كلنا منها احصل ايه؟ قال لها ربنا منع. قلت له طب ماشي بس خليها غلطة، غلطة تفوت ولا حد يموت. وراح جاي ابليس لما لقيها بتضغط معاه قاسمهما أني لكما من الناصحين. أبونا آدم رضى طيب، وهي طيبة، هي طيبة، أول مرة يعرف واحد بيحلف وما يعرفوش أن حد يتجرأ يحلف بالكذب. أول ما حلف لهم قالوا على بركة الله، ورحوا مدين إيديهم ووقعوا في الشرك اللي نصب إبليس. ها؟ أول ما مدوا إيديهم للثمرة المحرمة وبدأ يأكلان منها تكشفت العورات وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة حتى لا تطلع الملائكة على مواضع العورات لدى آدم ولدى حواء. أبونا آدم راح طاير، أول ما وقع في الشرك بدأ يتخفى تحت ظلال الشجر، استشعر ثقة للخطيئة، عرف الخلل والمخالفة، اتكشف اتفضح بين الملائكة، فبدأ يتخفى تحت ظل الشجر فناداه الله يا آدم أفرارا مني؟ طب هتروح فين يعني؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. يا آدم أتفر مني؟ أفرارا مني؟ قال لا يا رب، ليس فرارا، إنما ندما، إنما خشية، إنما حياء منك يا رب العباد، أمرتني فعصيت، ونهيتني فتماديت، ومنعتني فتجرأت، أستغفرك وأتوب إليك. وهنا حن عليه الحنان ومن عليه المنان وألهمه بكلمات ودعوات تجرد بهن لله ودعا ربه وندم عما فعل واستغفر الله فغفر الله له. لكن صدر الحكم الكبير اهبطوا منها جميعا، نزلنا من الجنة للأرض.